السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على إذا غادي وقفنا في الفيديو اللي قبل في هذا لاكروت ديال هركيل ولا في المغارة ديال هرقل. الان غادي ندير واحد غادي نمشيو في اتجاه ان شاء الله ديال اصيله وغادي ندير واحد الوقفه هنايا في هاد الواد تاع الدارت. في هاد الرحله غادي نتعرفوا اولا على واحد كما كتلاحظوا هنايا واحد الشاطئ سميتو سيدي قاسم. وهاد الشاطئ يعني كان من اكبر الشواطئ وغادي نمشيو مع هاد الكورنيش ديال سيدي قاسم على جنب هذا الشاطئ ديال الحجر. ثم غادي نمشيو ان شاء الله في اتجاه واد تهدر. اذا هنا غادي كما كتلاحظوا كاين هذا غادي نمشيو مع الطريق هذه الجهويه عفوا الطريق الاقليميه 4500 و601 عفوا تنطلقوا مع الطريق الوطنية رقم 1. ندوز هنا على حدا هذا المستشفى هذا السياشي ديال طنجة وغادي نطلقوا مع هذا الطريق رقم 1 نسيم الان 1. غادي ندوزو بجانب هذا الشاطئ ديال هوارة ثم الشاطئ تاع الدرس. غادي ندير واحد الوقفة هنايا وغادي نصورو هذا واحد الشاطئ تاعنا. شاطئ يعني تيجيو ليه بزاف الزوار. الشاطئ هذا هو فيه المدخل ديال الواد هنا. اذا نخلي الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نمشيو في اتجاه ديال اصيله وغادي نتعرفوا على وغادي ندير واحد الفيديو على مدينه اصيله اللي تقريبا البناية ديالها كلها لوحات طبيعية. اذا نخليكم مع الفيديو والى فيديو مقبل ان شاء الله.
كيبدا الشاطئ ديال شاطئ سيدي قاسم، شاطئ يعني شاسع جدا، شاطئ كبير يعني، واخا شوية مع الخرجة شوية خارج شوية بعيد شوية على السنتر ديال طنجة، ولكن شاطئ يعني فيه الكرم وبعيد بزاف ولا واسع بزاف، وحتى لي بارك موجودين هنايا يعني. فين يوقفوا الناس مزيان.
بالنسبة للظليلة